أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولقاء أسبوعي متجدد في الجمهورية الجديدة. في الحقيقة حلقة النهاردة وعلى مدار حلقات الأسبوع المقبل من برنامج الجمهورية الجديدة هنتكلم عن حصاد الدولة المصرية وإحنا في طريقنا لبناء الجمهورية الجديدة. هنتكلم بالتفاصيل وهنتكلم بالأرقام عن المشروعات القومية اللي بتتم. هنتكلم كمان عن ما تحقق من استفادة للمصريين من هذه المشروعات. هنفتح ملفات مختلفة سواء في قطاع الكهرباء، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الطاقة بكل مشتملاتها. كمان ملف الإسكان هيكون حاضر معانا في حصاد هذا العام من الحلقات المقبلة.